حقا فري فاير ماتت؟ هذا هو السؤال الذي محير جميع اللاعبين، سواء المعتزلين أو الذين لا زالوا يلعبوا فري فاير. والجواب هو نعم ولا. كيف يا لين إكس نعم ولا؟ أنا سأشرح لك. أولا، هناك أنواع عديدة من اللاعبين في فري فاير. عندك اللاعب الذي كان يلعب فري فاير من أيامات 2017 و 2018 ولا زال يلعب اللعبة ليومنا هذا ويحبها بشدة، رغم إعادتها للسكينات القديمة، رغم تبنيدها للحسابات دولمان، رغم الكثير من السلبيات، لكن هو يحب اللعبة من كل قلبه ولم يعتزل. وعندك النوع الثاني، وهو اللاعب الذي كان يلعب فري فاير من أيامات 2017 و 2018 واعتزل هذا العام أو في سنة 2020 أو في 2021، ولكن أغلبية المعتزلين كانوا في 2021. وعندك النوع الثالث، وهو اللاعب الذي بدأ لعب فري فاير متأخر، إما في سنة 2020 أو في 2021 أو حتى في 2022، ولا زال يحب اللعبة ويلعبها كل يوم. وعندك النوع الرابع والأخير، وهو اللاعب الذي بدأ اللعبة في 2020 أو 2021 أو حتى 2022 واعتزلها، بدأ اللعبة هذا العام واعتزل هذا العام بنفسه. فأنا لماذا بدأت لكم الفيديو بهذا الكلام؟ لأنني حبيت أوصل لكم الفكرة أو المعنى بأن كل واحد كيف هي نظرته الشخصية في فري فاير. ولاحظ في بعض الأحيان تدخل لفيديو لأحد اليوتيوبرز يتحدث عن أيام زمان في فري فاير في 2017 و 2018 و 2019، وتجد واحد كاتب في التعليقات كانت أيام جميلة وخلاص اعتزال، وتجد واحد آخر يكتب له فري فاير أحسن لعبة في العالم ولن تموت أبدا ولن نعتزل أبدا، لأن كل واحد ونظرته حول فري فاير. في ناس تشوف فري فاير على أنها أفضل لعبة ولا زالت أسطورية وممتعة، وفي ناس تحسها أنها صارت مملة. هذا الفيديو الذي تشاهده الآن ممكن تنزل للتعليقات تجد واحد كاتب اعتزال وتجد واحد آخر كاتب أنا أحب فري فاير ولن أعتزل، فأعتقد أن الفكرة وصلت. فعقلك يختلف عن عقل الآخر، وتفكيرك يختلف عن تفكير الآخر، ونظرتك تختلف عن نظرة الآخر. ففري فاير كما يعرف الجميع أنها كانت أفضل لعبة في العالم، ونزلت في 2017، وفي 2018 بدأت تشتهر شوي، و2019 وصلت لمليار عملية تحميل. وصدقوني لو أن غارينا لم تعيد أي شيء قديم لما ماتت اللعبة. صح أن غارينا ربحت الكثير من الأموال بعد ما رجعت السكينات القديمة، لأن اللاعبين الجدد كانوا ملهوفين على السكينات القديمة ويشحنون كثيرا عليها بعد ما رجعت، ولكن بالمقابل خسرت الملايين من اللاعبين. فكيف ما كانت نظرتك بخصوص فري فاير، تحبها أو تكرهها، تلعبها أو اعتزلتها، فلا يمكنك إنكار بأن فري فاير ماتت. والناس التي لا زالت تلعب اللعبة، أنا لا أعرف كيف هو منظورك الشخصي في فري فاير كلعبة عالم مفتوح، ولكن لاحظ معايا شيء ربما لم تنتبه لنفسك وهو يحدث لك، وهو أنك لما تكون تلعب فري فاير سواء رانكيد أو كلاس سكواد أو أي مود من المودات المملة التي نلعبها كل يوم، تحس بنفسك أنك تلعب ولا تحس بأي متعة، لا تحس بأي تغيير. علشان أبسط لك الفكرة، في 2018 كنت تلعب اللعبة ببساطتها وأنت سعيد. في 2019 لما ضافوا خريطة أرض الشتاء، كنت تجلس في منزلك والشتاء تمطر في الخارج، وتضع السماعات وتدخل تلعب وتحس بمتعة كبيرة وسعادة عكس السنوات الأخيرة. ومقصودي من الكلام الذي قلته أن متعة اللعبة راحت، ما في شيء جديد، تحديثات سيئة، وسمعت أنهم سيعيدون الساكورا. إلى أين يا غارينا؟ إلى أين؟ أعدت كل شيء قديم، وفوق هذا كله نفس التحديثات، ما في أي تطور باللعبة. سأتحدث لكم عن إحساسي تجاه فري فاير ومنظوري الشخصي فيها. أنا كيوتيوبرز ولاعب فري فاير بكل صراحة أرى أن فري فاير تموت يوم بعد يوم، من ناحية اعتزال لاعبين ومن ناحية اليوتيوب بنفسه. أي يوتيوبرز كبير أو صغير يشاهد هذا الفيديو سيفهم كلامي. زمان لما كنت تنشر فيديو عن شيء على فري فاير تجد مشاهدات جنونية، وقارن ذلك الوقت مع الآن. صراحة الشيء اللي عملته غارينا أثرت فينا حتى إحنا صنع المحتوى في فري فاير. يعني أول مرة في حياتي أجد لعبة عوض ما تطور من نفسها بالعكس تكره الناس فيها. اليوم عندك حساب أسطوري غدا يتبنن،
اليوم عندك ساكورا ترجع بعد فترة، الكريمينال أعادوا، شركة ربحية فقط لا تفكر بأي منظور آخر، تفكر فقط في النقود ثم النقود ثم النقود. أنا أكون في مكان غارينا لن أرجع أي سكين قديم حتى شو ما حصل، بالعكس سوف أعمل ما في وسعي لكي أصنع سكينات أفضل من القديمة. الآن لاحظ معايا، تدخل لفري فاير لا تستطيع حتى التفريق بين اللاعبين القدماء واللاعبين الجدد، تجد واحد محمل اللعبة في 2021 أو 2022 يعني فقط هذا العام ويملك كريمينال وسكارت سيطان وكثير أشياء قديمة لدرجة أنك تحس كأنه لعب فري فاير في 2001. فكل ما سبق جعل فري فاير تموت، وأنا كنت صورت هذا الفيديو وكل أمل أن يتغير شيء أو أن يصل الفيديو لغارينا لكن بدون فائدة. الشيء الوحيد الذي ستعمله غارينا والذي طلبته في الفيديو بصوت جميع اللاعبين وهو أنها ستنزل فري فاير لايت. من ناحية أخرى عندما ستنزل فري فاير لايت صراحة سنرجع بها أيام زمان في فري فاير، نتمنى فقط يعني أن تكون اللعبة يعني مثل أيام زمان، يعني ما تكون اللعبة بيض. يعني أنا أعرف غارينا ما رح تنزلنا شيء أسطوري، كونوا على يقين من هذا الشيء. زمان يعني كانت تنزل أشياء أسطورية وتحديثات أسطورية، أما الآن لا أعرف ما هو خطبها معنا. نرجع لموضوع اليوتيوبرز، كما قلت أنه حتى اليوتيوب في الفترة الأخيرة أحسه لم يعد يقترح محتوى فري فاير سواء لليوتيوبرز الكبار أو الصغار. مثلا تجد يوتيوبرز كبير كان يجيب 300 ألف مشاهدة في يوم واحد، الآن صار يجيب 80 ألف مشاهدة. صراحة لا أعرف هل هي مجرد فترة حاليا أم أن الناس خلاص ما صارت بدها فري فاير. وبالنسبة لليوتيوب وكمحتوى يقدم، أنا متأكد بأنه مطلوب والناس تحبه، لأن اليوتيوب يختلف على أنك لاعب تدخل لتلعب فري فاير. ممكن تكون معتزل، ممكن تكون كرهت اللعبة، ممكن تكون مللت من اللعبة، ولكن كمحتوى أقدمه أنا أو غيري من اليوتيوبرز لن تمل منه أبدا. رح تقولون لي ليش يا لين إكس؟ رح أقول لكم لأنه بالنسبة للفيديوهات التي رح أقدمها في المستقبل على فري فاير ستكون ممتعة، وأصلا أي فيديو لأي يوتيوبرز كيف ما كان تدخل للفيديو تلاقيه متعوب عليه ما شاء الله. فبالنسبة لليوتيوب مجرد فترة وسترجع لمياه إلى مجاريها، أما بالنسبة للعبة فري فاير فاللعبة ماتت. ولا تستغرب، أصلا اللعبة داخلة في 6 سنوات، يعني أمر عادي أنها تموت، رغم أنه في ألعاب عمرها 20 سنة وما ماتوا، لكن فري فاير كانت متسرعة ما حبت تطول معانا كتير. ممكن في ناس يحسونني متناقض في الكلام اللي قلته، ولكن أنا مقصودي من الكلام هذا كله أنه يعني فري فاير كلعبة وكأنك تدخل تلعبها يعني ممكن بالنسبة لك تصير مملة أو ما تصير تحب حتى تدخل لها، لكن بالنسبة يعني لما تكون بتشاهدها في اليوتيوب الأمر يختلف لأن الفيديو يكون حماسي. فاهمين الفكرة؟ يعني رغم موت فري فاير لن تموت على اليوتيوب، هذه هي الفكرة اللي حبيت أوصلها لك. لكن بالرغم من كل هذا وصلت الدرجة أن في يوتيوبرز اعتزلوا، منهم أخونا جلد مهدي بسبب المشاهدات الضعيفة اعتزل، وأيضا بسبب أنه لم يعد يجد المتعة في تصوير الفيديوهات، وهذا هو أسوأ شيء ممكن يحصل لك وهي أنك تفقد المتعة في تصوير الفيديوهات على فري فاير. وعندما نعود للسبب الرئيسي نرى أن غارينا هي السبب في أي شيء يحصل، وهي السبب في موت لعبة فري فاير. والآن رح يجي السؤال المهم والذي الكثير منكم أجده كاتب مثل هذه التعليقات. لين إكس، بما أن فري فاير ماتت وبما أن الكثير من اللاعبين اعتزلوا وأيضا اليوتيوبرز، فلماذا لازلت تلعب فري فاير وتصور عليها فيديوهات؟ أوكي، أنا سأرد على هذا السؤال كامل متكامل. بالنسبة للسؤال الأول، ليش لازلت تلعب فري فاير؟ بكل صراحة أحب الرومات وأجد فيها متعتي، وأيضا أحب اللعب مع بعض الأصدقاء في اللعبة. والسؤال الثاني، ليش ما زلت تصور عليها فيديوهات؟ هنا سأجيبك إجابتين. الإجابة الأولى أنني لم أفقد المتعة في تصوير الفيديوهات على فري فاير، وأحب أن أنزل عليها فيديوهات رغم كل الصعوبات في هذه الفترة، ولكن إن الله مع الصابرين. والإجابة الثانية سأمثلها لك في محل في الأسواق، واحد يبيع الخبز في الأسواق ومعروف أنه دائما يبيع الخبز والكل يشتري من عنده الخبز، فجأة غدا وجدته يبيع الملابس وأنت تعودت أنه يبيع الخبز، هل ستشتري من عنده الملابس؟ أعتقد لا.
فأنا من يوم ما فتحت قناتي على اليوتيوب وأنا أنزل فيديوهات على فري فاير، فإذا نزلت على لعبة تانية أو غيرت المحتوى ستجد التفاعل مات، عكس واحد بدأ قناته بلعبة تانية من البداية. أنا أستطيع تغيير المحتوى وأنزل على لعبة تانية وأنزل كل يوم فيديو حتى أطلع التفاعل بتلك اللعبة، ولكن ستدمر خوارزميات قناتك على اليوتيوب. متعود عليك اليوتيوب أنك دائما تنزل فيديوهات على فري فاير، كيف اليوم أنت منزل على الجتية أو على فيفا؟ أتمنى أن الفكرة تكون وصلت. أعرف أن الكثير من الأساطير سيقولون لي غير المحتوى والله راح ندعمك وكذا. أولا شكرا لكم من القلب، ولكن حاليا أنا لا أفكر في الموضوع. اليوم اللي راح أفقد المتعة في تصوير الفيديوهات على فري فاير سأقولها لكم وسأغير المحتوى ونصير ننزل على ألعاب تانية أو نعمل شيء تاني في القناة. كونوا على يقين من هذا الشيء. طبعا مستحيل نبقى حياتنا كاملة ننزل على فري فاير، يعني فري فاير فري فاير فري فاير. راح يجي يوم اللي راح نغير، لأن فري فاير تموت يوم بعد يوم، ونحن اليوتيوبرز نقوم بعمل كل ما في وسعنا من أجل أن نمتع المتابعين بالمشاهدة، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، قارينا لا تهتم بهذا الشيء. لذلك من هذا الفيديو يا قارينا أريد أن أقول لك أنه خلاص لعبتك ماتت من يوم ما عدت تنزلي تحديثات جديدة وممتعة، من يوم قررت أن ترجعي الأشياء القديمة، من يوم بدأت تبندي الحسابات الناس ظلمان. وفي نفس الوقت شكرا على الأيام الجميلة التي لا تنسى والتي لن ينساها أي لاعب فري فاير قديم. أساطير الجيش لين إكس، أتمنى من كل أسطورة وصل معي لهذه اللحظة أن لا ينسى أنه يحط لايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس لكي يصله كل ما هو جديد في الثانية الأولى. وإن شاء الله يا أصدقاء انتظروا محتوى أسطوري وأفضل يعني في الفترة القادمة، وسأحاول أن أنزل لكم فيديو كل يوم على الأقل. ويا أصدقاء آخر شيء سأقوله لكم وهو لا تنسوا أنكم تنزعوا الاشتراك وترجعوها مرة تانية وتفعلوا الجرس، لأن الإشعارات ما صارت توصل في الفترة الأخيرة. وبدون مطولة أكثر كان معكم أخوكم ألين إكس، والسلام عليكم.